واختلفوا واختلفوا في سنة في موته فقيل مات بعد منقلبه من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقيل مات في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وزيد هذا كان من فرسان الجاهلية المشهورين ومن شعرائهم ومن أبطالهم معروف مشهور له قصص كثيرة في كتب الأدب. ومن منها أن يعني قصة يرونها يذكرها القاضي التنوخي في كتابه المستجاد وابن حجة الحموي في ثمرات الأوراق وغيرهما. قالوا إن رجل بنو شيبان هذا في الجاهلية أصابتهم سنة أذهبت الأموال، فأخذ رجل منهم عياله وذهب بهم إلى الحيرة وقال لهم امكثوا هنا بجانب الملك يصبكم من خيره وانتظروني حتى أرجع. وآلى في نفسه ألية حلفة ألا يرجع إليهم حتى يكسبهم خيرا أو يموت. العدم والفقر يعني إما أن يأتيهم بما يغنيهم ويكفيهم وإما أن يموت فلا يرجع. قال فانصرف مشى ليله مشى يومه إلى الليل، فإذا بخيمة صغيرة وبحذائها مهر، فقال في نفسه هذا أول الغنيمة، فذهب ليفك المهر فإذا بصوت من ورائه يقول له خلي عنه واغنم نفسك. قال فتركه وانصرف. فمشى سبعة أيام فصادف عطن إبل. عطن الإبل هو الموضع الذي تربط فيه الإبل، فإذا عطن إبل يعني ما فيه إبل ولكن عطن إبل. قال وإذا بخباء عظيم وإذا بقبة، فقال في نفسه لا بد لهذا العطن من إبل ولا بد لهذا الخباء من أهل ولا بد لهذه القبة من رب. قال فنظر في القبة فإذا شيخ كبير قد اختلفت ترقوته كأنه نسر، يعني كبير وشارف وضعيف هذا العظمة هذا تلقوا حتى ولو دير أكثر. قال فاختبأ وراءه، فلما وجبت الشمس إذا بإبل إذا بفحل وخلفه مئة من الإبل وإذا بفارس. قال هو هذا يحدث، قال فرأيت فارسا لم أرى قط أعظم منه ولا أجسم. وزيد هذا زيد كان مشهورا بعظم جثته وطوله. قال لم أرى قط فارسا أعظم منه ولا أجسم فوق فرس ورجلاه تخطان الأرض. قال ومعه عبدان له يسيران على جنبيه. قال فبرك الفحل فبركنا جميعا. فقال الفارس لأحد عبديه أحلب فلانة للشيخ، يعني النقة الفلانية حلبها للشيخ. قال فحلبها ووضع الإناء أمام الشيخ. قال فكرع الشيخ مرة أو مرتين ثم وضع الإناء. قال فثرت إليه فشربته. ثم رجع العبد فقال لسيده يا مولاي قد شربه حتى أتى عليه. ففرح الفارس وقال حلوب له فلانا. قال فحلب الناقة الأخرى ووضع الإناء أمامه فشرب منه الشيخ مرة ووضعه. قال فذهبت إليه فشربت نصفه خشيت إن شربته كله أن يفطن لي. ما يمكن هذا الشيخ غادي يشرب جوج ديال والعس هذا إناء يعني يشرب منه الثلاثة والأربعة. قال فلما جاء العبد ورأى ذاك قال للعبد قال لمولاه قد شرب الشيخ وروي أنه خلى الابن صافي راه شبع. قال له دعه فأمر ب يعني واش هذاك البكر أم يعني خروف أم فذبحه فشوي وأعطي شوي منه للشيخ. قال فلما أكلوا وناموا وسمعت غطيطهم قمت إلى الفحل فحللت عقاله فركبته فاندفع بي فتبعته أن الإبل جميعا. قال فمشيت ليلي حتى أصبحت ثم نظرت لا أحد
قال فشللت الإبل شلا عظيما, شللتها أي دفعتها حتى مشت حتى سارت سيرا شديدا. قال فشللتها شلا حتى تعالى النهار. قال فالتفت التفاتة فإذا شيء يقبل نحوي كأنه طائر. قال فانتظرت قليلا فإذا فارس على فرس فإذا هو صاحبي أمس. قال فنثلت كنانتي وأخذت قوسي ووقفت بينه وبين الإبل. قال فوقف بعيدا وقال لي حل عقاله, حل عقاله لقدك الفحل باش يتبعون. فقال له هذا السارق, قال له كلا والله لقد خلفت نسيات ولدات وبنتات, خلفت نسيات في الحيرة وحلفت والله لا أرجع إليهم حتى أكسبهم خيرا أو أموت. فقال له إنك ميت فحل عقاله لا أم لك. فقال له هو والله ما قلت لك, زعما ما كاين ما غاديش نطلقهم لك. فقال له ذلك الفارس إنك لمغرور, انصب لي خطامه, وري لي وقفوا انصبه واجعل فيه 5 عجر, العجر هي العقدة, اجعل فيه 5 عجر. قال ففعلت. فقال له الفارس أين تريد أن أضع سهمي؟ هو الآن يحدثه من بعيد, وذاك عقد عقدا في حبل وقال له اختر في أي عقدة تحب أن أضع هذا السهم. قال هنا. قال فكأنما وضعها بيده ماشي رماه, كأنه جاء من البعيد وحطها في ديك البصة في نقل. قال ورمى العجر 5 بـ5 أسهم, يعني ما زقلت وحدة. قال فلما رأيت ذلك وضعت نبلي في كنانتي وحطت القوس واستسلمت. ايش هدير لي بحال هذا؟ فقال فأخذ القوس وأخذ الأسهم وقال لي ارتدف خلفي. لما قال له تركت 5 نسيات وكذا وده بقى فيه يرتدف خلفي. فركب خلفه فقال كيف ظنك بي؟ الآن فارس الذي سيكون بعد ذلك هو زيد الخيل. قال له كيف ظنك بي؟ فقال هذاك, قال أحسن ظن, زعما أحسن ما غادي لي والو. قالوا كيف ذلك؟ قال اللي أتعبتك الليلة ثم أظهرك الله بي. فقال ما كنا لنهيجك وقد بت تنادم مهلهلا. فهمتوش؟ هو فطن به وراه فطن ليه. قال نحن ما كنا لنهيجك, ما خليناك تاكل وتشرب, انت كنت تنادم مهلهلا تشرب معه وتاكل معه, فما كنا لنهيجك وقد بت تنادم مهلهلا. صار لك حق علينا وانت كتهلهل وانت كتنادم. فقال له انت زيد الخيل؟ قال انا زيد الخيل. وهذه القضيه هذه سئل اعرابي من اذكى الناس, قال الفطن المتغابي. الفطن المتغابي هذا أذكى الناس. هذا زيد لأنه لا تعرف با واش غادي يشرب عس, يعني كي نقول لكم عس يعني تخيل انت كوكوط عمرها ليه اللبن وهو ما هو يالله إلا شرب جغيمة ديال الماء جغمة جغمة شريبها, لأنه قال كرع 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 وكرعتين يعني عس ونص, فهو فهم وفطن إلى آخره. فقال الأعرابي الفطن المتغابي, وهذه تدلكم على أن القوم كانت عندهم أخلاق. لا تحسبوا أنها كانت جاهلية في كل مناحيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت لأتمم مكارم الأخلاق, يعني كانت هناك بعض المكارم كينا, وهذه قضية يجب أن يتحلى بها الناس. كن يعني قبيح منك أن تكون مغفلا, هذا لا شيء لا يمدح به الناس المغفل هذا, راتي يضحكوا عليه الناس يقولوا لهم قلوب عليه قفة مغفل. لكن هذا الذي يتغافل وفطن ولكن يتغافل, وهذا هو الذي يعاش معه. إذا كانت المرأة إذا كان الوليدات
شفتي نفسه راه شفتي كل شيء وفطنتي لكل شيء ولكن تتغابى وتتغافل أما توقف على كل شيء وهذه حسيت بها وهذه فين كانوا هذا كانت الكسرونة في هذه المعلقة في هذا البلاكر وهذا الاتش هذا ماشي بنادم هذا كيف يعاش معه فقال ما كنا لنهيجك وقد بت تنادم مهلهلا ثم قاله لو كانت هذه الإبل لي لسلمتكها ولكنها لابنتي مهلهل فأقم معي فمضت أيام وأغار زيد على بني نمير فاستلب منهم 100 ناقة ثم قال لذلك الرجل أهذه أحب إليك أم يا الأخرى قال هذه قال فأخذها وانصرف وأدرك الإسلام كما أخبرتكم ومات رضي الله عنه.